السلام عليكم يا شباب، النهارده معانا فيديو جديد هنلعب سبينس او الانسان المفكر. يعني نزلنا منها حلقه قبل كده، لو شفتهاش هتلاقي اللينكها تحت في الديسكربشن. وطبعا بقالنا كتير الصراحه ما لعبناهاش، وهنتابع القبيله المكونه من 3 افراد. ما تسالنيش ازاي قبيله مكونه من 3 افراد، بس عامه هنكمل يعني هنشوف التطورات اللي احنا هنعملها النهارده. بس قبل ما نبدا ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب و ليتس جو. طيب السلام عليكم يا شباب، النهارده رجعنا تاني لقبيلتنا العزيزه. يا سلام، وده بيشوي لحم والدنيا ايه في اخر الانجي. تمام، طبعا دي نيكو يا جماعه، اللي ما شافش نيكو او ما زرهاش، يعني ما زرهاش، اللي ما شافش نيكو وما شافش ازاي انضمت لنا فايتك كتير، فروح اتفرج على الحلقه دلوقتي في الديسكربشن عشان فايتك كتير الصراحه. المهم احنا كنا اخر مره كنا ابتدينا نامن هنا، هو امننا كان في هنا اللي هو الفنت او فيل يعني او مامس، قدرنا كان مقتول يعني الحمد لله يعني، وخدنا اللحمه بتاعته وظبطنا شويه، امننا حلنا من اللحمه على قد ما نقدر. عايز بس البتاع دي ارجعها ارفعها شويه عشان مش عارف احط السراير يناموا عليها، او ممكن اصلا ننقل البيت ده شويه يعني نجيبه يمين شويه او شمال شويه. استكشفي، هي بتستكشف ايه؟ دي اخر مره سبناها وهي بتستكشف الزراعه صح، وده كان النايف والستونز. تمام، عملنا شغل حلو والله، والله عاملين شغل حلو. البت دي بطلت ده بيستكشف كمان شويه اللحمه. طب حلو والله الكلام ده، والله والله يا جماعه على العدد مشكله، والله والله مشكله يعني عندنا نقص في العدد بتاع الكره. ما تحملها نيك ولا اي حاجه كده نيك. خليكي جرع. حلو، استكشف ايه بقى؟ استكشف اللحمه وكلها على طول، ما استناش حتى. بيزك كوكينج، تمام، اتعلمنا البيزك كوكينج، فاحنا نقول لهم ايه؟ اشوي لنا مثلا 9 لحمات. حلو، ونيجي هنا في الاستورج نخصص استورج مخصوص للحمه. ده الروتين معرفش ايه وده اللي معرفش ايه. تمام، طب خلاص يبقى نخصص ده للحمه. ميت 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 ميت. اللحمة اللي هي مستوية فين؟ فكك من الرو، لا مش عايزين ولا الرو، هات الكوكد بس، عايزين نحط فيها الكوكد بس. اللي انا اعرفه كمان اللي هو مفروض بتبقى حاطه تحت ظل عشان ما يخربش، يعني اللحمة ما تبص بسرعة فتحطه تحت ظل. فغالبا يا جماعة احنا محتاجين ندوس على الكرافتنج. حلو، ونيجي هنا عايزين نكرافت واحد تاني زي ده، بس ممكن نعمله حاجة ألطف من كده. يا سلام لو عملنا حاجة ألطف من كده، يعني ممكن مثلا نعمل ايه، نبلد كده حاجة بسيطة كده، مش عايزين برضو نبعد قوي عن البيت، خليه مثلا في الحتة دي مثلا كده، او والله شوف يعني عايزين بس حتة مستوية. ايوه حلوة دي، مستوية حتة مساوية. طيب ممكن نخليه هنا كده ولا ايه؟ ماشي هات كده بس، خلاص كفايه، مش عايزين نوسع جامد. تمام، واحد كمان بس خلاص، مش خلاص بقى خلاص. ايوه حلو كده، حلو. نعمل له ايه دور؟ ما لحظه يا جماعه لحظه. ايوه الدور، ايوه هات ده بيلد. تمام زي الفل، عايزين بقى حد يشتغل لنا على البيلدينج ده، عايزين نصنفهم. ثواني رولز، هات الرولز ثواني. ده عندك كام رولز؟ وريني كده. ده مين ده؟ فكك انت من الحاجات الاساسيه، هات البيس بيلدينج. ايوه هات البيس بيلدينج، وهات البوتشري، لا هات الديجينج، وهات التري فالينج. عايزين ايه ده؟ هو عملوا البتاع هنا ولا صلحوه؟ بقى متساوي تقريبا، مش عارف هل كده بقى متساوية كفاية يا جماعة ولا ده تعبان ولا ايه ده؟ في ايه؟ انت مالك احمر ليه؟ يلا استنى، ولا ثواني بس، لحظة. ايه بقى دي؟ نيكو، دي نيكو فيري هانجري. ايه ده يا نيكو؟ لا 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 لحظة، انا هخرب بيتك. طب استني، اول ما تروحي اوقفك. دي فيري هانجري يا جماعه، ايه مفيش حد بيشوي ليه؟ بلانتنج، نايس، زراعه، اتعلمنا زراعه. بس ثواني بقى، ثواني لحظه عشان كده يا جماعه نخلي البت دي
ثواني بقى الرولز. هات فين فين نيكو 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 ايوه هات نيكو. خليكي انتي ركزي على الهانتنج البيزك هانت الكوكينج سوري. فين الكوكينج؟ كوكينج فاير بيلدينج لا هات ده هات الريكروتينج بدلها. روك نابينج لا ماشي هات الروك سيب الفاير لانتينج. هات البلانتينج هات الكوكينج ركز على الكوكينج انتي. روح يلا يلا روح يروح 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 يعمل لنا طبيخ بسرعة ضروري. ايوه ضروري اعملي اكل اعملي اكل ضروري. عايزين ناس والله يا جماعة ايه ده مشكلة والله مشكلتنا في الناس محتاجين ناس بطريقة فظيعة. كلتها على طول يا بنتي الطماعة عملتها وراحت ضرباها. ايه ده مخلصتهاش مفيش اي حد ريكروت يا جدعان حد يجي يعمل له ريكروت كده. ده احنا مطولين بقى يا شباب. مطولين لا لا مطولين انا احاول اقص على قد ما اقدر. ده انا بقعد سنة عشان اعمل بس بسبب العدد القبيلة قليل جدا فحاول اقص على قد ما اقدر عشان انجز في الوقت في المونتاج طبعا. يا لهوي ده بيقعدوا سنة بص يخرب بيت كده كل ده عشان بس يعملوا كام تفاحة دول. يا لهوي ما توزعوا نفسكم كده على الشغل يا جماعة. يا جدعان والله حرام عايزين ناس. يا بليز يا جيم ابعت لنا ناس بليز. الحمامس هدوا بس يا شباب. ايه ده خلاص بقى فيل بقى بطل الرخامه وين بعد. يا لهوي دول عمالين يقربوا عمالين يقربوا اشتبا. خلاص ابعد بقى يا رب يبعد يا رب. يا لهوي ده ابتدى يهجم علينا بالله عليكم مش ناقصين ده ما حلتلناش غير ثلاثة عايزين تهجم على ثلاثة يا كفرة. والله ما حلت انا غيرهم. ايه ده هتعمل ايه؟ هيهجم على مين؟ قتلوه ولا خلاص بقى يا جماعة خلاص يا فلين جايين عليا فلين حرام والله يا جدعان اللي بيحصل ده. يا لهوي مات. هتهجم على مين؟ اجري اجري بت نيكو نيكو الانثى يا ابن الكلب ده طوح في التلبل. جي جي خلاص كده جي جي ماموس اضع القبيلة بتاعتي كلها الحمد لله جي جي ويل بلاي. يا رب يغور في ده يا رب. يا مستفزة قاعد بتعمل ايه بموت بموت يا ابن مستفزة اللي الشعب بتاعك بيموت هناك انت قاعد بتعمل ايه يخرب بيتك يا مستفز. يا الله يا رب سامحني صبرني يا رب والله حرام. يا عم يا عم بتاكل تفاح وبابوس هينفخر. نيكو انت كويسة يا نيكو يعني يا بنتي والله العظيم. وريني بيقول ايه كان موف بات كان نو لونجر دو ورك ويل هيل فاستر وذ ذا رايت ميديسن اور كود بي بيكام كريتيكال. احي بيقول اللي لو ما تهلجتش ممكن تبقى عدوى مميتة او يعني تموت فيها تبقى يعني الازمة بتاعتها اكتر. يا نهار ابيض يا ابني المستفزة اتحرك يا ابني يا ابني اتحرك بقى خلاص خلاص ده انت مستفز قوي. قوم يا عم قوم قوم هات الحاجة يلا وتشتغل يا مستفز ده انت مستفز. كل يا اخويا كل ما هو ده اللي انت فالح فيه كل ادفع بالسم الهاري يا شيخ بالسم الهاري اقسم بالله بالسم الهاري مستفز. والله كان مستفز يا جدعان بجد. هنحط ايه شوية تفاح شجر تفاح كده ايه يظبط لنا الدنيا. بس يا نيكو انت هتستقتلي دي ضربة فيل يعني مش حوار. ايه لسه برضو يا عيني يا بنتي والله لسه ما مش معانا ميديسين ليكي والله احنا اسفين. لعبة بعت ناس بتساعد. يا الله قبيلة في حالة يرزى لها الانفس والابدان اقسم بالله. خلاص يا نيكو خلاص يا ستي والله عرفنا ان انت اتصبتي. خلاص يما ميجر انجري لسه برضو نفس بتاعي اكستريملي ان هابي. احنا اسفين والله يا بنتي انت اللي غبيه. حد ينضم القبيله زي كده انت اللي غبيه والله العظيم العيب فيك انت.
انا زر... اه سبوتد ايه بس استنى لقينا ترايب، ناس كتيرة ناس جديدة هتنضم لنا، بس هما فين؟ هما ليه دايما بيجوا في الليل؟ ليه دايما بيجوا وانا مش شايف حاجة؟ يا الله صبرنا يا رب. والله يا جماعة انا حاولت ادور بكل ما استطيع يعني، بس والله مش لاقي هما سبوتت فين بالظبط، مش عارف يشوفوه ازاي، والله ما الاقيهم. دورت على قد ما اقدر والله، بس مش لاقي. مش ايوه لقيته اهي اهي، هم لقيتهم فاينل. دول اتنين، نايس. يا ربي ما في بنات، مش اي بنت معاكو؟ ريكروتينج فاينلي. ده انا بقالي نص ساعه عمال ادور عليكو والله. قوم بقى طيب انت بقى ريكروتينج. ايوه ريكروت بليز ريكروت بليز، اعمل لهم ريكروت بليز. لا طب وقف انت كل حاجه، وقف كل حاجه ريكروتينج بس، WMC بس، وقف كل حاجه، WMC فقط. يلا ريكروت روح ريكروت. لا 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 ما تدعوش مني بليز. لا 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 بليز، حرام اليوم خلص. خلص. لا 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 اختفوا. لا حرام. اختفوا يا عم، والله حرام عليك، والله حرام، ده انت مستفز. ما خلاص يا عم نيكو بقى، ما تقومي بقى يا نيكو، يخرب بيتي ده يا ستي، موتي ولا غرف داهية بقى، عرفتيني بقى 8 سنين نايمة. بص ده طب ده ايه اللي جابه ده؟ ده اتوجع من ايه؟ ما مش قادر اتحرك ليه ده؟ فود بويزنينج. اتفرج يا عم، اتفرج يا عم على الخرا اللي انا فيه يا عم، اتفرج. اللعبة بتقول لي مش هتلعب. ده ايه يا جدع ده؟ والله حرام. خلاص يا نيكو قومي بقى، تعالى يا اسطى، تعالى دوس عليها، اقسم بالله انا زهقت، دوس عليها انا. دوس عليها يا عم، خلص عليها، ده رفضني يا عم. يوم ما لقيت ناس قعدت ادور عليهم سنه، ويوم ما جيت اضمهم اختفوا، اليوم خلص فاختفوا. صبرنا يا رب، صبرنا. نيكوز انجري بيكم كريتيكال، يا نهار. بيقول لك الجرح بتاع نيكو بقى اوحش، كريتيكال انجري. يلا يلا موتي يا ستي، خرف داهيه بلا قرف. يلا يلا ها اللي بعده، ها اللي بعده، يلا يلا احنا نخلص، اصلا السلسله تخلص من قبل ما تبتدي. يا فرحتنا اقسم بالله. كومبليتلي هيلد، الحمد لله، ده هايل اهو. يا رب فاضل لك ايه بقى؟ كان نو لونجر ورك، يعني انا خلصت من الانجري عشان نو ورك برضه. يا رب. هتشل ده ايه اللعبة دي يا جدع؟ واحدة ماتت خلاص هنا، والتاني بيقول لك الانشري بتاعته هيلت يعني خف، بس برضه هو مش قادر يعيش. الحمد لله يا جماعة، وسط ما انا بلعب لقيت 4 ريكروتينج. ليتس جو بسرعة، هنخلي واحد للريكروتينج بس، يسيب كل اللي في ايده ويروح ريكروت. كل اللي في ايدك ده كله ريكروت بس، ها اشتغل على الريكروت بس، مش عايز اكتر من كده. ايه واقف ليه لسه بتشيل؟ ما عندكش غير رول واحده حضرتك. يلا يا بابا يا ابني، هيضيع من لوني تاني يا ابني. ده انا ينفع اعمل لهم اولويه؟ ده انا معرفش والله ما اعرف. اولويه قصوى، بسرعه اولويه قصوى. يا رب ريكروتهم، ها بيركروت، يا رب ركروت. يلا ادي واحد اتنين، فاينلي. فاينلي اخيرا من بدري يا عم، والله من بدري. نوزع بقى الرولز براحتنا وبمزاجنا يا شيخ. 7 ريكروتينج ليه بس؟ اشتغل لي بقى، اشتغلوا لي على الحاجات دي. يلا بيز كوكينج وبليتنج، يلا بليتنج بلانتنج. يلا يا باشا كل واحد شويه، يلا بس شغل، عايزين شغل بقى، يلا شغل اداء
اداء وسرعه. يلا سيب الجنرال ليبر، امسك لي الكامب فاير والبيزك ما اعرفش ايه والبيس كوكينج، يلا هنوزعكم هنوزعكم، لسه في كتير لسه في كتير، ده اربعه انضموا لينا مره واحده. هات لي بص بص بقى، كل حاجه فيها ثلاثه على الاقل. هات دول الحاجات اللي فيها الاتنينات دي. بينفستجيت ايه؟ اه بينفستجيت العظم، تمام حلو حلو حلو. قسموا نفسيكوا كده، عايز شغل. يلا ده بيعمل ايه ده؟ بيزرع، تمام حلو حلو، اداء جميل اداء جميل مرضي، حلو جميل جميل، اشتغل عاش. يلا اصحوا يلا 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 الرجاله ورانا شغل، يلا 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 كله اصحى كله يفوق كده، ما صدقنا بقى عندنا عدد. انت ماشي انت طفل، انت كل براحتك، روق على حالك يا صباح صديقي، ليتس جو. لا ما تروحش عند اللي فيها، لا يلا هتاخد ضربه، انت مش حالتك نفخه اقسم بالله. ماشي شيل ده، ايه بياخد التفاح يعني؟ ماشي 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 نايس ماشي، نجمع التفاح حلو. بون كارفنج، الادوات اللي اتعلمنا الادوات بتاعت العظام زي في اللي هي البون سبير، نفس الستونز بس عظام. تمام. في ناس هنا قاعده مش بتعمل حاجه غالبا صح؟ as expected injury longer no longer critical. نيكو ما بقتش تعبانه قوي زي الاول، no longer critical يعني قربت تشفى، هتشفى يعني لو فضل كده شويه ممكن تشفى كمان مع الوقت. نايس ذاتس جود نيوز، وي ان ذا بروجريس يا باشا، نحن في تقدم، ليتس جو. ادي 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 بس ادي، فلتضرب بيد من حديد. خليك انت قاعد كده، خليك نايم على بطنك كده. استغفر الله، اشتغل يا مسهل الحال يا رب. ايه بتتعلم ايه انت؟ لحظة لحظة بس هنشوف كده هنعمل ايه لسه. حلو، عايزين بقى نيجي هنا ونركب ده، هل هينفع؟ ايوه بالظبط كده، نيجي هنا بعد ما ده يتشال ونحط ايه، بس اسرع كده. ايه ده؟ ليه 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 ده يتشال؟ بيلد كملوا زي ما انتوا، ده مش عايزه كده تقريبا كده صح؟ تمام نايس جوب نايس جوب، تمام. انا كده فهمت تقريبا، انا كده فهمت يا شباب، والله شكلي كده فهمت. ايوه نعمل كده، تمام حلو قوي الشغل ده والله، تمام نايس جوب والله، نايس يعني. خلاص ده شيلهولي، يلا شيلهولي ده كمان، ما بيشيل واحده ليه؟ واحده واحده ليه؟ بس يلا يا جدعان ده ساتش يا جدعان، مش حديد، مش بتشيله حديد والله. تمام بس خلاص اتشالت المفروض بقى، ايوه تمام فاينلي تمام. المفروض كده يطلع بيرفكت، المفروض يطلع كده بيرفكت، المفروض هنشوف بقى يطلع ازاي مننا. حلو يا سلام يا جدعان والله، تمام حلو قوي كده والله، عاش والله. ايه البيلدينج الجامد ده؟ عملت بيلدينج اجمد من اللي انا كنت اتوقعه. حلو حلو يا جماعه، احنا كده طورنا يعني، طورنا تطور فظيع في اللعبه. بقينا كنا بادئين اللعبه بثلاثه اللي هم بشر، بقى دلوقتي عندنا البوبليشن بتاعنا 8، من 3 ل 8 ضفنا 5 جداد. طبعا بنينا البيت ده خلاص شبه كامل يعني، فاضل لنا بس ايه الكماليات، عايز هي سهل يعني، هنروح جايين هنا اهو كده اهو، نقول لهم ايه يا شباب هاتوا لنا الحته دي كده اهو، اوبا سيلكت، اعملوا الحته دي كلها، شيلوا منها الهي، موضوع سهل يعني. حلو هنكمل بناء البيت ده ونزرع شويه شجر عشان ايه نبقى ظبطنا الاداء. طبعا حطينا هنا شجر تفاح عشان يبقى يمدنا بالتفاح مهما احتاجنا، وهنا يبقى في مزرعه كده، نحاول نبني مزرعه صغيره كده بحيث تمدنا بالخشب او الفروع. حلو الفروع يعني بتاعت الشجر اللي هي اللي اسمها البرانشز. حلو هنعمل كل الكلام ده ونحاول نطور على في القريه بتاعتنا على قد ما نقدر. طبعا كان الموضوع صعب جدا في البدايه بسبب ان حرفيا كنت بعاني بسبب البليشن، بس كده المفروض التقدم بتاعنا يبقى اسهل. طبعا انا بقالي بريكورد اكتر من تقريبا، انا بريكورد بقالي كتير اصلا حوالي بتاع ساعه واكتر، فهنقف هنا.
فور ناو، وهنكمل بعدين. لو عجبك الفيديو ما تنساش بدعمنا بلايك وسبسكرايب، وعشان اشوف بس هل اصلا انتوا مهتمين باللعبه دي او عجباكوا اصلا اكمل فيها ولا لا. ف تنساش لايكك الجميل، كومنتك الاجمل، والسلام عليكم.